سميتك بعدا رشيده بلاتي او غيسولك رشيده السلام عليكم سلام على سلامتك بعدا لقيتو الله يسلمكم الله يحفظكم خوتي المغاربه بدوتو معايا الله يحفظكم قال لي خطيكم علينا كنشكر الامن امن ديالنا كنشكره عاش الملك رشيده الولد ديالك سولتيه في كان شنو كان كيدير شنو فين في كان كيبات هاد 3 ايام ولا 4 ايام كيفاش خرج لينا الله يجازيك بخير خطيته البوليس مشي معاهم رشيده مشي معاهم قال لا تعسر كمل قولي لنا شنو ها سول البوليس وهذاك الشيء كاش قال لي في كان البوليس اللي قال لهم هادشي اش كاينين انت ما سولتيش لا ما سولتيش انت الدري في كان لا المهم الولد ديالك كيفاش داير الحاله ديالو واه لاباس عليه يعني جا ما مضروب مجروح لا ما مدير حتى حاجه ما مجروح ما حتى حاجه الله يجازيكم بخير نقي الحمد لله ملي جا بخير وعلى خيره الله يعز السلطه الله يرحم من الوالدين انتما كنشكركم تتوما الله يرحمكم الوالدين الله يجازيكم بخير وقفتوا معايا الله يحفظكم خوتي خوتي كاملين يلا سير السلام عليكم خوتي المغاربه الله يجازيكم بخير الله يرحم لكم الوالدين وقفتوا معانا الله يجازيكم بخير غير بالدعم ديالكم كلكم الحمد لله ملي رجع لينا ود اختي الحمد لله وشكر الله سبحانه وتعالى كنشكركم المغاربه كاملين وكنشكروا السلطات كلها السلطات بالشرطه بكل شيء وكنشكروا الصحافه حتى هي اللي وقفت معانا والله يجازيكم بخير والله يرحم لكم الوالدين من اللي رجع لنا بخير وعلى خير الحمد لله وشكرا وعاش الملك. الدري الصحه ديالو كي دايره؟ الحمد لله الصحه ديالو هو مزيان ولكن الحمد لله باقي المتابعات ضروري من طرف السلطات خاصهم تاهما يديروا الاجراءات ديالهم وحنا باقي هما متابعين الاجراءات حنا باقي الحمد لله الساعه كنتظروا شنو غادي يخرج. ما عرفتوش فين كان؟ لا ما عرفناش شنو كان، باقيين هاد الساعة ما عرفنا حتى شي حاجة، ولكن كلشي هادشي غادا تعرفوا الشرطة هي اللي غتعرف هادشي، وعاد حنا من بعد غادي نسمعوا الخبر. شكون اللي جاب الدري؟ حنايا كنا مجموعين عند الباب كنتظروا في الدري أو شي حد يقول لنا شي خبر عليه، المهم عتا وقفوا لنا الدري حدا واحد الحمام قريب لينا في الشارع، عتا يمكن لا جابتو شي طوموبيل وحطوا الدري، عتا بداو كيغوتوا علينا الناس قالوا لينا ها هو رايان، مشينا كنتجاراو شدينا الولد نقي ما فيه حتى شي حاجة، ما فيه وسخ، ما فيه غبرة، ما فيه حتى شي يعني علامة ضرب، ما فيه حتى شي حاجة، الدري بحال كأنه كان في شي دار ديال شي أم مربية ولدها، نقي من جميع أي حاجة فيه نقية. والحمد لله هادشي اللي كاين هو هذا. جاب معاه شي حاجه جاب معاه اللعاب العواشر هادي الله اعلم شكون اللي شراهم ليه، المهم جاب معاه اللعاب كيقول لك حقا انا اللي شريتهم، والدري صغير عنده 8 سنين غادي يشري لعاب وما عنده حتى شي حاجه في جيبه، يعني ما عنده حتى شي لا فلوس لا والو، والله يصوب. واخا قبل ما يدخلوا رجال الامن وتجيبوا مثلا الدائره ديال الامن هضرتوا معاه تكلمتوا معاه مع من؟ مع رايان. ما لا ما هضرناش مع الدري حتى ما شفناهش حنايا. ما عرفتوش يعني البلاصه بالضبط فين كان فيها؟ لا ما قالش لينا حد واحد الكلمه كان قالها، قال لينا الحمد لله ما طرى ليا والو، هذه الكلمه استرني الله ما طرى ليا والو، المهم هذه كلمه قالها، هذه الكلمه قالها والحمد لله ستر الله، كلكم عندكم وليداتكم الحمد لله الله يحفظ جميع الوليدات الامهات ديالهم وشكرا. سمعنا قلت لي بانه شاف راسو في التليفون يعني من بعد ما الصحافه نشرات الصوره. اي الصحافه نشرات ودارت هي يا الاجراءات كامله الله يجازيهم بخير، وهو الولد كيقول لنا بعد ما شافوني في التليفون قالوا لي واحد الناس بانك راك يعني الصحافه دارتك في التليفون او في التلفازه او في شي حاجه، سير يمكن سير لداركم. هادشي اللي سمعنا بحال هكا بحال هاد الكلمات، والحمد لله دابا ملي رجع لينا الولد مخطوف ولا شي حاجه هذا ما نكذبوش الله اعلم، هادشي يعني الشرطه هي اللي غادا تدير الاجراءات ديالو وتعرف الولد واش كان مخطوف او هو اللي كان هربان او هو اللي كان يعني تائه او هادشي اللي كاين. واخا شفنا دابا سياره ديال الشرطه والام وريان غاديين يديو الولد للفحص يديو الطبيب ضروري يديروا ليه فحص ويشوفوا الولد وعاد يكملوا معنا الاجراءات. شكرا الله يعاونكم وشكرا عليكم بزاف وعاش الملك.